ارفع راسك انت عراقي. هاي ايش زين؟ ماكو هسه بس حواجبك ما غير تليفوني زين هيك هسه زين حبيبي اسمع منك. كبلة شنو الاخبار؟ شو اخبارك؟ شنو امورك؟ مشتاقين. مبروك حبيبي على النجاح. الله يبارك. ولو على حكايتك تقول صرنا ما اقضي بالخضر ابوك. اي لا بعد العشره ما تهون اخويا. طبعا ذاك البارحه على طفت الكهرباء بشهاده. حلو جميل. شنو اقول لك طفت الكهرباء غير انتم ببيروت، وين انتم؟ بالعرب بالقياره. عدنان البارحه اصدقائي سالوني قالوا لي لا سامح الله وطلعت. الله لا يقولها. اكثر شغله راح اضوج عليها من هي؟ قلت لهم انا ما اضوج على اصدقائي ولا اضوج على العشره، بس قلت لهم الخطر المن اخليه يا حلي. قال يستاهل. قال يستاهل. من اللي يستاهل يا حبيبي؟ ان شاء الله تجي مرفوع راسك انت ان شاء الله. وصلت لهاي المرحله غسان. هاي المرحله ترى مو شوي حلوه طبعا. ناس عرفتني طبعا، ناس عرفتك من خلالك ومن خلال البرنامج. لا حبيبي بنت انت بطل، انا ما لي علاقه. انت صوتك جميل. شنو حبيبي سويت ما سويت؟ والله اليوم البارحه ذبينا نفسنا قتل نمنا. اي تعبت والله. قعدنا اليوم الصبح هاي يعني نفس كالعاده ودعنا زيد خطيه. خطيه اي والله ما يستاهل، بس هي هاي بعد حكم البرنامج ناس تبقى وناس تروح وبالتالي ينتهي البرنامج. باكر البارحه هو باكر اني يعني هي هاي. لا ان شاء الله انت ما تطلع حبيبي ان شاء الله. تالي هو برنامج وصلنا للعالم بصوره صحيحه والحمد لله. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. شنو هسه انت وين قاعد؟ ايش تسوون؟ وين ريسبشن بالغرفه؟ انا قاعد شويه بالريسبشن. زين ليش شويه؟ شويه يعني ما اقدر وقتي ثمين عدنان. شويه. تخبر الشباب؟ والله يا شباب وانا من ضمن الشباب كل احنا خايفين، كله خايفين يا بشكو. شنو صدق كذب؟ خايفين ولا خايفين؟ يعني عدنان رهبه مال خطر. اقول لك ولا رهبه طبيعي. هسه حتى لو تغني بحفله خاصه اول اغنيه شويه يعني شلون اللي تخاف وتتردد وهذا طبيعي وراها عادي. لا البحانه شنو البحث انت تابعت؟ انا اضحك. اي الحمد لله خلصنا. لا انت معرس طيف. قلت له ليش؟ قال شفت فايت تضحك. قلت له بعد انا بعد انا الموضوع ضحكت من طلعت من رحت مرحله الخطر. اي الحمد لله على كل حال. والله حتى لو يعني طالع البارحه الله لا يقولها عدنان هي يعني فرحه كلش حلوه وصلنا صارت نقله من والى صارت نقله. الحمد لله. اقول لك غسان قول شو التعليقات وقفاً ليش؟ لا تعليقاتين من كلها تمشي. لا عاد ليش هسه انا وقفاً يمي عاد ليش؟ ما اعرف. زين شو اسوي هيك؟ ايش حالك؟ زين راح انزل وصاعدني تمام؟ يلا يلا يلا. اي هسه يلا. اي هسه يا الله لين الحظر صار الخطر. غسان وين خاف عليه غسان حبيبي انت صوت